هذا هو حصن السيوفية الذي كان مقرا للحكم الإسلامي عبر التاريخ الأندلسي، ولكن للأسف سقط هذا الحصن في سنة 544 للهجرة بعد هجوم الفرنجة القشتاليين على مدينة لاردة وطرد المسلمين الأندلسيين منها ومن هذا الحصن الشامخ في بنيانه والأصيل في عمارته. والذي يشرف بعنفوان تاريخه ويطل بتصميم عمرانه على مدينة لاردة في شمال شرق أسبانيا وتحديدا في إقليم كاتالونيا. هذه إذن مدينة لاردة. وهذه إحدى البوابات التي تطل من جهة شرقية. هذا إذن حصن سيوفية كما هو بائن في هذه الصورة. يوما كنا خير أمة، كان للإسلام مكانه. حصن يحكي تاريخا عريقا ومجدا للإسلام تليدا. هذا أحد النماذج التي تزين الطريق الشرقية لهذا الحصن. لاردة اسمها قريب من اسم المدينة الغربية في إسبانيا، مدينة ماردة. تلك سميت بتمرد بعض المناهضين لحكم هشام ابن الحكم، أرجو أن تكون هذه الصور قد وثقت لكم تاريخ مدينة لاردة بحصنها سيوفيا.